يلا بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ اليوم، حنبدأ بشابتر جديد. وطبعا هذا الشابتر مش داخل بالامتحان، هذا الشابتر مش داخل بالامتحان. يبقى هلأ زي بعد ما تعلمنا اللي هي الكروماتوغرافيك سيبريشنز، حكينا انه اهم شيء في الكروماتوغرافي هي كلمة الريزوليوشن، وقلنا الريزوليوشن اللي هو ايش هو، اللي هو بده يكون بين تو adjacent بيكس، قلنا هو عبارة عن نمبر. فقلنا انه الكل بدور على بيز لاين ريزوليوشن اللي هو يساوي 1.5. وتكلمنا عن separation داخل الكولوم، حكينا انه ايش، انه كل سوليوت في له كي داش، كل سوليوت في له كي داش، وانه بصير عندي separation if we have different ايش different كي داش. وحكينا انه السوليوت distribute himself between الموبايل فيز وبين ايش الستيشنري فيز، وقلنا الايزوثيرم لازم ايش يكون، لازم يكون لينير بحيث انه الكي داش ثابته من بداية الرن إلى نهايته. اليوم كل اللي أخذناه بدنا نعمل له عملية أبليكيشن على إيش؟ على النوعين المشهورين في الكروماتوغرافي اللي هم غاس كروماتوغرافي وليكويد كروماتوغرافي. تمام. بقول لك the separation process in gas chromatography gaseous analyte، معناها الأنالايت لازم وهو بيمشي داخل الكولوم لازم يكون ايش ان غاسيوس فيز، لازم يكون ايش ان غاسيوس فيز. فيبقى هذا الغاسيوس فيز مره بكون على الستيشنري فيز ومره بكون ايش في الموبايل فيز. طبعا كيف بكون غاسيوس؟ طبعا بكون انه ايش في اوفن، الكولوم بكون موجود في اوفن، والاوفن بكون له ايش، بكون له هاي تمبريتشر. غاسيوس انالايت از ترانسبورتد through the column by طبعا gaseous mobile phase. gaseous mobile phase بنسميها ايش carrier gas. شو بكون اسمها؟ carrier gas. فبقول لك انه في عندي نوعين من الغاز كروماتوغرافي. اول نوع اسمه gas liquid chromatography. gas اللي هي الاولى للموبايل phase. الليكويد كروماتوغرافي اللي هي الستيشنري فيز. طبعا لما نحكي ليكويد بكون نقول فيسكاس ليكويد، يعني فيسكاس ليكويد يعني ليكويد ثيك بحيث انها ايش بتلزق على جدران الكولوم. غاز ليكويد الستيشنري فيز از نون فولاتايل ليكويد، نون فولاتايل ليكويد بوندد تو ذا انسايد اوف ذا كولوم. يبقى على جدران الكولوم بكون مدهون بايش، بكون مدهون بالستيشنري فيز اللي هي عبارة عن ايش، عن ليكويد، عبارة عن ليكويد فيز. او بتكون اون فاين سوليد سبورت، او بتكون كرة من السيليكا مدهونة بايش، مدهونة بالستيشنري فيز. طبعا هاي وين؟ في الباكت كولوم. هاي وين بتكون؟ في الباكت كولوم. تمام. بقول لك ان غاز سوليد كروماتوغرافي، يبقى غاز سوليد كروماتوغرافي، يبقى الستيشنري فيز شو بدها تكون؟ سوليد انالايت. بكون عندي سوليد بارتيكلز، بكون عندي ايش سوليد بارتيكلز تاعت الستيشنري فيز. فيبقى الستيشنري فيز ات كود بي ليكويد فيز اور ات كود بي ايش سوليد فيز. تمام. طيب شو بقول لك؟ ان اسكيماتيك غاز كروماتوغراف volatile liquids or gaseous sample is injected through a septum into heat port. into ايش؟ heated port اللي هو الانجكتر. فيبقى زي ما بتطلع هون، زي ما انت شايف هون، اوكي هي الكولوم هون، فبتلاحظ هي الكولوم جوا الاوفن. فيبقى هون العمليه ايش؟ انه في الانجكتر، الانجكتر احيانا بكون ايش؟ درجه حرارته اعلى من اعلى درجه بالكولوم. ليش؟ على أساس كل الأنالايتس تصير عبارة عن غاسيوس ميكتشرز. فهي الغاسيوس ميكتشرز أول ما تدخل الكولوم بتكون درجة الحرارة قليلة، بتتكثف على أول الكولوم، وبعدين كل ما ببدأ أرفع درجة الكولوم تدريجي
تبدأ هاي الموليكولز إيش تمشي بسرعة مخ تمشي بسرعة مختلفة. أوكي تمام. يبقى إن سكيماتيك فولاتايل ليكويدز أور غاسيوس سامبل، طبعا السامبل هي بتكون فولاتايل ليكويد، فولاتايل على شكل فولاتايل يعني مدوبة بالميثانول أو بالأسيتونيترايل أو بالهكسين. تمام تمام. فولاتايل ليكويد أور غاسيوس، ممكن إيش نحلل الغاسز بالغاز كروماتوغرافي. إز إنجكتد ثرو أسيبتم، طبعا إحنا نعرف السيبتم زي تطلع على بتاعت الكوفيد 19 الغطاء بتاعها، مش بتكون بدخلوني إبرة، فالإبرة دائما بتدخل من إيش اسمه سيبتم. أوكي اسمه سيبتم. Into the heated port in which it rapidly evaporates. صح. في الإنجكتر شو بصير عندي؟ بصير عندي إيش؟ gaseous mixture. فبعدين vapor is swept through the column. تمام. فهذا الفيبر اللي تكون بيجي وين؟ على أول الكولوم. فيبقى هو أول الكولوم بتصير تمر فيه الكارير غاز. طبعا الكارير غاز ممكن يكون HE هيليوم، ممكن يكون نيتروجين، أو ممكن يكون هيدروجين. تمام. And separated analytes flow through the detector. Through the detector طبعا أنا كيف بشوف البيك؟ إنه لما كيف بشوف الكومباوند؟ إنه بعدين إيش؟ بعد الكولوم بطلع على الديتكتر. فالديتكتر شو فيه؟ إله ريسبونس. طبعاً الريسبونس it's proportional to what؟ it's proportional to concentration. لكن الريتنشن تايم ثابت لكل سوليوت. تمام؟ ريسبونس is displayed through the computer. تمام. The column must be hot enough to provide sufficient vapor pressure of analytes. تمام. فيبقى دائما حكينا انه البيزك اوف سيبريشنز في الغاز كروماتوغرافي اللي ايش هو فيبر بريشر. يبقى كومباوندز وذ ديفرنت فيبر بريشر ذي ار سيبريتد، ذي ار ايش؟ ذي ار سيبريتد. اوكي ذي ار ايش؟ ذي ار سيبريتد. طبعا اللي له لو فيبر بريشر بيطلع بسرعه، واللي له هاي فيبر بريشر عالي بده ايش؟ درجه حراره، بده درجة حرارة أعلى، بده إيش؟ درجة حرارة أعلى. تمام. إذا تشابه بالفيبر بريشر بيجي الدور هون إيش؟ على الستيشنري فيز، لمين بتعمل ريتينشن أكبر؟ لمين بتعمل ريتينشن أكبر؟ تمام. بصير اليوشن in reasonable time. The detector is maintained at higher temperature than the column. معناها إذا أعلى درجة حرارة في الكولوم 200 بكون الديتكتر قديش؟ 210 أو 220. ليش؟ حتى ما يصيرش فلاش باك، حتى ما يصيرش فلاش باك. The detector is maintained at higher temperature than the column so that the analyte will be إيش؟ will be gaseous. ما بصير لهش فلاش باك. طيب لو نيجي نطلع على الجي سي سكيماتيك دياجرام بنشوف انه ايش كارير غاز ماشي بسرعه ثابته داخل الكولوم. كارير غاز ماشي بسرعه ثابته داخل الكولوم. في عندي انجكتر، طبعا اي انجكتر حناخذ شو معنى انواع الانجكشنز. تمام. لما بصير عندي انجكتر فيبقى ايش بصير عندي هوني هيتد، بتكون عندي غاسيوس ميكشر، والغاسيوس ميكشر بروح وين؟ على الكولوم. بصير عندي عملية سيبريشن، فيبقى كارير غاز انجكتر كولوم، بعدين ايش هو؟ ديتكتر. الكولوم شو بيكون هو؟ ديتكتر. طبعا الكولوم للسيبريشن والديتكتر لمين؟ للديتكشن. اوكي. فيبقى هون لاحظ انه طلع عندي ثلاثة، كم سوليوت عندي؟ ثلاثة. كيف عرفتهم؟ انهم they have different retention have different retention times. طبعا زي ما انا ملاحظ انه ايش؟ انه في baseline result، في baseline resolution between them. تمام. الكولومز المشهورة في الغاز كروماتوغرافي for analysis هي open tabular columns. شو معنى open tabular column؟ يبقى الكولوم هو عبارة عن open tube لكن الجدران مدهونة بايش؟ بالستيشنري فيز. تمام. يبقى the vast
majority of analytes use long narrow narrow الديامتر بتاعه شو بده يكون narrow يعني الديامتر بالمليمترز والthickness of stationary phase بتكون بالمايكرونز مايكروميترز واللينث بكون بالميترز بكون ايش بالميترز the vast majority of analytes use long narrow open tabular columns هاي شو ميزتها تعطيني هاي الريزوليوشن يبقى الكولوم دائما في الكروماتوغرافي اول كلمه بنحكي عنها لازم تتحقق هي ايش الريزوليوشن اذا ما في ريزوليوشن يبقى ما في سيبريشن لكن ايش بدي انا كمان شورتر اناليسيس تايم شورتر اناليسيس تايم شو معنى شورتر اناليسيس تايم شو هو الاناليسيس تايم هو الوقت اللي بتطلع فيه اخر بيك الوقت اللي بتطلع فيه ايش اخر بيك هذا او بسميه انا ايش الران تايم شو بسميه الران تايم طبعا كمان بدي ايش and greater sensitivity greater ايش sensitivity طبعا هون انا لما بقول greater sensitivity ذان مين الباكت كولومز طيب الكولومز نوعين open tabular وباكت كولومز باكت كولومز طبعا الباكت كولومز بكون فيها stationary phase عبارة عن كرات تمام تمام لكن ايش ايش الليميتيشن بتاعتها but have less sample capacity have less sample capacity شو هي sample capacity انه الamount to be injected في الopen tabular you can't inject more than 1 to 2 microliters you can't inject 1 to 2 microliters بينما في الpacked column ممكن you can inject up to 100 microliter اوكي تمام فيبقى زي ما حكينا انه the only limitation of open tabular column is lower sample capacity او منقول the only advantage of backed column over open tabular column is what sample capacity معناها انه ايش higher larger sample capacity ارجع اطلع على الكولومز هيون شايفين الكولوم قديش open tabular بكون طوله احيانا 30 متر ولا 60 متر تمام اياته هيك اتيوب اذا بتطلع على مقطع منه بتشوف انه في شغلتين في له شو في له ايش في له انر ديامتر الانر ديامتر اللي هو ايش هو اللي هو اللي بتمشي من خلاله الموبايل فيز هي لاحظ انه من 0.1 ل 0.53 ملم كل ما بزيد عندي الديامتر شو اللي بزيد كانه بتزيد الفاي ام صح ولا لا اللي هي الموبايل فيز فاي ام صح طيب لما بتزيد الفاي ام شو معناها معناها الموليكول بيمشي اسرع بيطلع اسرع بس لكن لما يطلع اسرع ممكن اخسر ريزوليوشن وفي عندي كمان ايش ستيشنري فيز في لها ثيكنس شو في لها ثيكنس الثيكنس تاعها منين لوين من وين لوين من وين لوين من 0.1 ل 5 مايكرون ثيك طبعا كل ما زاد الثيكنس كانه بتزيد الفاي اس كأنه بتزيد إيش الفاي إس ولما تزيد الفاي إس بصير الكي داش فالمركب شو بصير فيه بتأخر بس بتشوف إنه الريزوليوشن شو بصير فيه بتحسن فيبقى ثلاثة باراميترز بهموني أنا للكولوم ثلاثة باراميترز بهموني لمين للكولوم الأول الإنر ديامتر الثاني الثيكنس أو ستيشنري فيز والثالث ايش هو اللينث اوف ذا كولوم اللينث اوف ذا اوف ذا كولوم لكن في شغله رابعه بتنضاف انه حسب المركبات اللي بدي افصلها تيجي عندي نوع الستيشنري فيز
لانه نوع الستيشنري فيز هون بتعطيني كمان سيلكتيفيتي، بتعطيني سيلكتيفيتي. شو معنى سيلكتيفيتي؟ معناها اني مجموعه من المركبات الممكن يصير لها سيبريشن. فلاحظوا انه انا ايش في عندي، في عندي هاي هم زي ما بطلع على مقطع هيك، في عندي ثلاث انواع من الاوبن تابولار. اول واحد اللي هو دبليو سي او تي معناها وول كوتد، معناها الاستيشنري فيز بتكون وين كوتد؟ على جدار الكولوم. هذا غاس ليكويد كروماتوغرافي. او انه شو بسوي؟ بحط كرات بلزقها، بحط كرات بلزقها على سطح الكولوم، وهي شو بسوي؟ بطليها بالستيشنري فيز. وهذا اسمه ايش؟ بورس لاير اوبن تابولار. طبعا شو الفرق بين هذا وهذا؟ التنين هذول ايش؟ غاس ليكويد كروماتوغرافي، لكن هون السيرفس اريا بتكون اكبر. السيرفس اريا شو بتكون؟ السيرفس اريا بتكون ايش؟ بتكون اكبر. وقال ايه، فبتكون الاماونت اوف ستيشنري فيز برضه، الاماونت اوف ستيشنري فيز شو بتكون اكبر. اما هذول السبورتس اللي حطيتهم اللي هم السيليكا، اذا ما طليتهم بكون عندي ايش؟ غاس سوليد كروماتوغرافي، فاسمه ايش؟ سبورت كوتيد اوبن تابولار. يبقى الغاس، الغاس ليكويد كروماتوغرافي نوعين، دبليو سي او تي او بي ال او تي، بينما ايش؟ بينما الغاس سوليد كروماتوغرافي ما عنديش الا ايش؟ ايش؟ سبورت كوتيد، سبورت كوتيد. طبعا الميكانيزم بيختلف، هون ادسوربشن ديسوربشن. هون شو بصير؟ في عندي ديستريبيوشن، انه مره هون ومره هناك، تمام؟ بصير عندي ايش؟ ديستريبيوشن بتوين الستيشنري فيز والموبايل، والموبايل فيز، تمام. هلا بدي اشوف ايش تاثير كل واحد. 0.32 مليمتر، 0.25 مليمتر، يبقى شو اللي تغير؟ شو البارامتر اللي تغير؟ يبقى كولوم بقول لي مره 0.32 مليمتر، ومره بقول لي 0.25 مليمتر، شو البارامتر اللي تغير؟ شو البارامتر اللي تغير؟ هيو مكتوب تحت، ايش هو البارامتر؟ الانر ديامتر، الانر ديامتر، لانه قلت الانر ديامتر بالمليمتر، تمام. فيبقى هلا بطلع في عندي شغلتين، عندي اللي هو الران تايم، وعندي ايش؟ الريزوليوشن. الريزوليوشن وين احسن؟ في البوينت 25، صح؟ يبقى كل ما قل الانر ديامتر بزيد الريزوليوشن. شو بصير فيه؟ بزيد الريزوليوشن، لكن في المقابل الران تايم شو بصير له؟ الاناليسيس ران تايم شو بصير له؟ عم بزيد. طبعا هذول الاربع كومباوند ايزوبرز، دايكلوروميثينز 1-3 1-4، وفي عندي 1-2، واحد فيهم بيوتيل بنزين، اربع مركبات. شايفين كيف؟ فبقى بلاحظ وين هون انه في عندي تقريبا ريزوليوشن، بيز لاين ريزوليوشن بين 1 و3 و4، لكن 2 ها مش بطل، بينما هون ايش؟ 2 ضايعه، 2 مش مبين. يبقى في الاوبن تابولار كولوم، اوكي، عندي اول ايش هو الانر ديامتر. طبعا الانر ديامتر كل ما يقل شو بصير للكي داش للمركبات؟ بتزيد. واذا زاد واذا زادت الكي داش شو بصير؟ الران تايم بزيد، لكن في المقابل شو اللي بزيد كمان؟ الريزوليوشن بزيد كمان. ايش الريزوليوشن؟ طيب نشوف شيء ثاني. لما يقول لي 15 متر و30 متر و60 متر، يبقى شو اللي تغير عندي هلا؟ ايش اللي تغير؟ شو البارامتر اللي تغير؟ شو البارامتر اللي تغير؟ البارامتر اللي تغير اللي هو length of the column. طبعا لما بغير length of the column الكي داش ما بتتغير، لانه الريشيو بين الموبايل فيز والستيشنري فيز تبقى كما هي. لكن ايش لما تزيد المسافه، تمام، والسرعه ثابته، تمام، بصير ايش؟ فرق بالوقت. شو بصير عندي؟ فرق بالوقت. فبتلاحظ انه
في ال 60 تايم في ال 60 meters resolution is better than 30 meter and 15 meter. تمام؟ resolution better لكن في المقابل الران تايم ايش؟ بزي. الران تايم ايش؟ بزي. طيب اذا في عندي components كتيرة فيبقى بستخدم ايش؟ longer column. لكن شو في كمان مشكلة في اللونجر كولوم؟ إنه it is more expensive. اللونجر كولوم ماله؟ اللونجر كولوم is more expensive لأنه في ماتيريال أكتر. في ماتيريال إيش؟ أكتر. يبقى as the length of the column increases resolution increases and also runtime increases. فبتلاحظوا انه الريزوليوشن مرتبط بايش؟ بالرن تايم. اذا زاد هذا بزيد الثاني، لكن زياده واحد محببه وزياده الثانيه مش محببه. تمام؟ لكن انت ايش دائما بتسوي جادجمنت بيزد اون وات؟ بيزد الاشي اللي بدك تسوي، الاشي اللي بدك تسوي. تمام. ضل عندنا هلا ايش البارامتر الثالث اللي هو ايش؟ الثيكنس اوف ستيشنري فيز. الثيكنس اوف ستيشنري فيز عندنا 0.25 مايكرون وعندنا 1 مايكرون. ها لاحظوا انه البيكس في ال1 مايكرون ايش مالهم؟ ثينر، صح؟ الريزوليوشن شو صار؟ احسن. الريزوليوشن شو صار عندي؟ احسن، لانه الريزوليوشن بيعتمد على ايش؟ يتناسب عكسيا مع ايش؟ مع الويدث اوف ذا بيك. كل ما قل الويدث اوف ذا بيك بزيد الريزل، بزيد الريزوليوشن. لكن في المقابل زي ما صار في الشغلات الباقيه انه هذا ماله، انه هذا بكون مصحوب بزياده الران تايم. بس شايفين هون سبعه كومباوندز طلعوا ب 2.4 مينتس وكله بيز لاين ريزوليوشن. تمام؟ بينما هناك 1.6 مينت بس ما فيش ريزوليوشن بين لغير بين الاولى والثانيه والسادسه والسابعه. السادسه والسابعه طبعا البيكس شايفينهم كيف هم تقريبا لهم نفس البولار ماس. ميثانول، ايثانول، اسيتونيتراي، اسيتون. طبعا ليش الميثانول طلع بالايثانول؟ لانه لور مولار ماس، الاثنين نفس الجروب. بعدين 2 بروبانول، داي ايثيل ايثر، بعدين ايش؟ اتقلهم اللي هو الدايكلوروميثين. فهذا عباره عن الاليوشن اوردر. طبعا كيف عرفت هذا؟ انا عن طريق ستاندرد، اني حقنت ستاندرد. تمام؟ للسبع مركبات. للسبع مركبات. فيبقى هاي البارامتر الثالث اللي هو ايش هو؟ اللي هو thickness of the stationary phase. طبعا increasing the thickness معناها increasing phi s، معناها الكيداش شو بدها تصير فيها؟ بدها تزيد. لكن زيادة الكيداش مصطحبة بإيش؟ زيادة الريزوليوشن، زيادة الريزوليوشن. يبقى هاي في الأوبن تابيولار في عندي إيش؟ في عندي ثلاثة parameters. شو effect كل واحد فيهم؟ طبعا على ايش؟ اول شغلة اما على الريزوليوشن واما على ايش؟ على الرنتا. هذول الاثنين اللي بدي اياه. فدائما انا التارجت بتاعي بتر ريزوليوشن اند شورتر ران تايم. طيب هلا الستركتشر اوف ذا ستيشنري فيز. الستركتشر اوف ذا ستيشنري فيز له علاقة بايش؟ بالسلكتيفيتي. انه هل هذا الكولوم للبولر كومباوندز ولا للنون بولر كومباوندز ولا لمين او الدرجات. فلاحظوا انه البيزك اللي هو ايش؟ داي ميثيل سايلوكسين. داي ميثيل سايلوكسين معناها اس اي اس اي اس اي او اس اي او وكله ميثيل 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 ميثيل. فيبقى هذا ايش بكون عندي؟ بكون عندي توتالي نون بولر. شو بكون عندي؟ توتالي نون بولر. تمام؟ داي ميثيل سايلوكسين. تمام.
ممكن ايش انا احط عليه ابدا اذا بدي ازيد البولاريتي تمام بحط عليه 5% دايفينيل بحط عليه 5% ايش دايفينيل او ممكن ايش هذا بكون نان بولر برضه بضل نان بولر او انه انترميديت بولر تمام شو بحط عليه تمام بحط عليه ايش فينيل بصير عندي دايفينيل دايميثيل بوليسايلوكسين تمام اذا كانت الاكس صفر بكون ايش بسميه صفر بي زيرو اذا كانت بي او هذه بي خم بي بوينت او وان بسميه ايش وان فايف اذا كانت هاي بوينت او فايف هاي بتكون بوينت ناين فايف اوكي فالستيشن ريفيز هاي ايش هي دايميثيل سايلوكسين فكيف الدايميثيل سايلوكسين انه بنتقل فيه من نان بولر لانترميديت بولر عن طريق ايش عن طريق بغير الفينيل الميثيل لفينيل اذا غيرت لحد 5% ستيل نان بولر اذا غيرت 35% شو بصير انترميديت بولر لكن ما بتعطينيش الدايفينيل بتعطينيش الدايفينيل قيمه بولاريتي اكبر فيبقى هلا ببدا بدل استخدم فينيل بجيب عندي اشي تاني اسمه ايش سيانوبروبيل فصار عندي هلا فينيل سيانوبروبيل حسنت ايش انترميديت بولاري حصلت ايش عندي انترميديت بولاري طيب الانترميديت بولاريتي كيف بجيبها انه ايش انه بكون على الكولوم فينيل وسيانوبروبيل بكون عليه ايش فينيل وسيانو بروبيل بكون عليه فينول وسيانو بروبيل او بكون عليه فينيل كتير تمام سترونج بولر بشيل كل المثل وبكتر ايش سيانو بروبيل مع فينيل تمام فيبقى بولاريتي اوف ذا كولوم انكريزز باي ريبليسينج ميثيل جروبس ان ميثيل سايلوكسين باي ايش باي فينيل then فينيل ميكسشر بتوين فينيل اند سيانوبروبيل اند then ايش بعدين مور سيانوبروبيل يبقى هذا ايش هذا هو شكل الستيشنري فيس تمام كيف بنتقل من بولاريتي لحظة فلاحظوا هون انه ايش انه التغيير في هاي بغير ايش التمبريتشر رينج فلاحظوا هون انه اذا مثال سالوكسين من ناقص 60 ل 320 يعني بصير احلل غازز في درجات حراره منخفضه لما برفع بصير من 50 ل 370 زي ما انتم شايفين لما بدخل سيانوبروبيل صار من ناقص 20 ل 280 لما زدت السيانوبروبيل صار من 0 لقديش ل 275 اللي هو الرينج اوف كولوم تمبريتشر تمام فيبقى هلا النون بولر كولوم للنون بولر كومباوندز فالنون بولر كومباوندز ايش هما ساتوريتد هيدروكاربونز اوليفينيك هيدروكاربونز اروماتيك هالو هذول النون بولر لاحظ هون انه الانترميديات في منهم ويك وفي منهم سترونج الويك ايثرز كيتونز الديهايدز استرز تيرشيري امين سترونج الكحولز كاربوليك اكسيدز فينولز برايمري سترونجلي بولر كذا طبعا المركب لما يصير سترونجلي بولر او سترونج انترميديت بولر بكون عندي ايش الليكويد كروماتوغرافي احسن من الغاز كروماتوغرافي لانه هذول بدهم درجات حراره عاليه ودائما الكولوم عند درجات الحرارة العالية شو بصير له عم بتكسر اوكي تمام الباكت كولومز عادة بنستخدمهم ايش بنستخدم الباكت كولومز لمين بنستخدمهم عادة اللي بيعمل سينثيسز عنده مركب او اثنين تمام لانه ميزته لما يكون عنده وان كومباوند اللي هو رياكتان تو برودكت بصير يطلع على الريشيو بينهم فيبقى ايش بقدر يحقن كمية كبيرة ما هي كل ما حقنت كمية اكبر بتزيد السنسيتيفيتي لانه دائما البيك بتطلع تتناسب مع النمبر اوف مولز لكن هذا ايش طوله يمكن بالسنتيمترات مش اكثر من 20 او 30 سنتيمتر وبكون عاده من جلاس او ميتال
بكون من جلاس أو ميتال، عادة تستخدم وين؟ في البريباراتيف سيباريشنز أور إيش؟ سيباريت إنه إشي بورلي ريتين. تمام؟ كويس؟ هاي لاحظوا هون كيف إيش؟ هناك كنت أطلع 1 مينت 3 مينت، هون شو بطلع؟ 20 30 40 50 40 50 50 مينت. تمام؟ يبقى هلا كيف ممكن ازيد الريزوليوشن، كيف ازيد الكذا؟ الثاني بعمل تمبريتشر اند بريشر بروجرامينج. طبعا عمليه البريشر بروجرامينج هذا للكولوم صعبه، فدائما شو بعمل انا؟ تمبريتشر بروجرامينج. طبعا لما بعمل عمليه تمبريتشر بروجرامينج انا كاني بغير الكي داش، تمام، اللي هو الكي داش له بطيئه تمام قليله بسرعها، والكبيره شو بصير؟ بزيدها عن طريق ايش؟ برفع التمبريتشر. عمليه يبقى هذا اسمه جريدينت. شو اسمه؟ ثيرمال جريدينت. شو اسمه؟ ثيرمال جريدينت. اذا اشتغلت عند درجه حراره ثابته بقول ايزوثيرمال. شو بقول؟ ايزوثيرمال. غيرت التمبريتشر بقول عملت جريدينت. رح نشرح الجريدينت ورح ناخذ امثله ايش التمبريتشر عند ما يكون الريتينشن تايم هالقد، وايش الريتينشن تايم لما تكون عندي التمبريتشر. فيبقى راح نوقف هون، وهذا راح يكون موضوع محاضرة ايش؟ بكرة بإذن الله. يعطيكم العافية. اليوم قديش الحاضرين؟ ما شاء الله 2 4 6 3 6 9 13 واحد حاضرين. والله نعمة، الحمد لله رب العالمين، تكفي. ايوه، حد عنده سؤال او استفسار؟ الو ماجدة، سجى، ايوه ليلى، محمد، تسنيم، اسامه. لا تمام دكتور. تمام طيب، يلا اذا تمام خلص يعطيكم العافيه. تمام حمزه عندي حمزة.